ياهي من انطلاقة، ياهي من تحدي. الله الله الله، باحثة عن أغلى رموز هذا المساء، باحثة عن الناموس. يا هذا الرمز الغالي على ثالث المراكز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. برنامج المضمر ينوخ ركابه في ولاية أدم بمحافظة الداخلية، هذه الولاية التي اهتم أبناؤها بالهجن واهتموا برياضة سباقات الهجن حتى أصبحت جزءا مهما في حياتهم. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج المضمر. اهتم أبناء ولاية أدم بمحافظة الداخلية بالإبل منذ القدم واستفادوا من لحمها ولبنها وصوفها وجلدها، وتطور الاهتمام ليشمل رياضة سباقات الهجن والتي تطورت كثيرا من رياضة تقام على ميادين مفتوحة إلى رياضة تقام في ميادين مغلقة ومحددة المساء وبطرق منظمة من بداية السباق وحتى نهايته. والله بدايات الاهتمام بسباقات الهجن صراحة حنا كنا صغار ونطلع عند هلنا زين، وكانوا يسوون طال عمرك ريس العرب اللي قبلنا هلنا، يعني كانوا يسوون ريس حاطين علامات يعني مثل ما تقول تاير هنا ويركضون لين يوصلون محطة التاير الثاني، يعني يمكن تقريبا 6 كيلو كذا، 5 كيلو 6 كيلو. بعدين حن شباب صغار وتشجعنا، وفي الثمانينات سوينا ريس هني كان اسمه ريس الرويد، عبارة عن 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 بن كذي تل، بن من هنا وبن من هنا، تل ترابي يعني ترابي، ريس ترابي، حاجز ترابي إنزين. فكنا نركض فيه، وكان فينا دعم من وزارة الداخلية، دعم سنوي بس مرة واحدة في السنة كان يجينا من وزارة الداخلية، وكان يتجمعون الولاي هذا متى؟ يوم العيد الوطني اعتقد في شهر 11 سنوي، يعني من السنة على السنة فقط هذا الركض يجونا يعني، وكانوا يحضرون الولاي ويستوي هذاك المركاض، وكان يحضر جماهير غفيرة من محبين الرياضة الهجن، من مشايخ حريم ومن اطفال ومن كل شرائح المجتمع. انزين بعدين من يخلص هذاك اليوم خلاص يعني عاد متى؟ نصب ريدين الموسم الثاني نفس التاريخ. بعدين السيد أسعد الله يطول عمره مشكور، حن كلمناه هني قلنا له في مركاض يعني بشكل ترابي، وهذا كان ركاب يطلع يعني بالأطفال يروح بهم بعيد، يعني حتى يوم يطلع كان مشي حاجز يعني حديدي، كان يطلع ويسربهم بعيد، وطلبنا منه أن يسوي لنا دورة مثل هذا الدور، يعني دورة بالحب الحديد، حط جزاه الله خير ودعم شور غير الشارع هذيك، سيارات يعني سيارات سنوية في يوم القوات المسلحة، أنه كان يشتغل في المدرعات ويطلع من هناك يعني يوم القوات المسلحة يسوي لنا فيه سيارات هنا سباق هجن.
أدم نعم. حتى أنا أذكر أني شليت كاس الحول يعني كاس سوالنا كاس هو كاس الحول من 7 كيلو وخذيتني كاس الحول. والسيارات يعني كان في السن الصغير زين وهذا كان والحمد لله مشى من هذاك الوقت. بعدين تمت الحمد لله صاحب القلالة الله يرحمه ياب مكرمة يعني بعد نوبة سنوية يعني سنوية للهجن. وهذه المكرمة تنتقل من منطقة على منطقة من محافظة على محافظة كانت في الولايات لا والله في المحافظات يعني كل محافظة بنفسه. وبعدين طويت توجيه انه يكون المحافظات يندمجن يركض الرباعة يعني استوي ان من كل محافظات السلطنة يتنافسون رباعة على مكرمة المرحوم الله يرحمه صاحب القلالة. والحين صاحب القلالة جزاه الله خير طول عمره السلطان هيثم استمرت عنده يعني هذه المكرمة خلاها مستمرة. والفوائد منها ان اول شيء يعني تجمع مواطنين يتجمعون في مكان واحد للتعرفة يتعارفون حد من صحار حد من صلالة حد من الشرقية زين ويوم واحد يجتمعون ويركضون هذا في مصلحة يعني لكل مواطن. اول شيء ان صاحب المطية يحصل مبلغ يستفيد به يرجع به يعني العائد يعني لأسرته. ثاني شيء طعمات هل الطعام بعد هل المنطقة يعني يبيعون قتوت وهل العسل فتحصل يعني حتى فيه ناس يبيعون يعني مثل ما تقول يعني أغراض مال هجن هوال احنا نسميهن هوال يعني تحصلهن دائما عند الرئيس يبيعون يعني حتى يعني من كل مكان يبيعونهن هذه الهوال نسميهن هوال احنا ويبيعونهن حتى في ناس يعني تيجي تتجر بعصي. يسعى المضمر عبيد بن سعيد الجنيبي كغيره من المضمرين إلى الاستعداد للمشاركة في مهرجانات سباقات الهجن التي تقام في سلطنة عمان وخارجها. ويعد المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الذي تنظمه الهجان السلطانية بشؤون البلاط السلطاني من أهم المهرجانات التي يستعد لها المضمر، ويكون لهذا المهرجان محطات عدة في عدد من الولايات. هذا المهرجان يعني كل المواطنين ينتظرونه من بداية موسم، ترى طبعا هو يبتدي من شهر 9، من شهر 9 يبتدي مهرجان، وكل يعني المجتمع شريحة المجتمع يعني في البوش يعني مثلا احنا بنقول اصحاب الريس زين انتظرون يعني حتى يعني من بداية 9 يبدون يعني مثل ما أقول لك استعداد للريس. وايد هي إنسان يعني مثل أقول لك أول شيء جوائز، الواحد يكسب جوائز منها، وثاني شيء يمكن أنه واحد يحصل بيعه يبيع منها بعد نوبة كذا يعني، وأصحاب الجت يحصلون فوائد، وهل اللبن بعد يحصلون فوائد، يعني فيها فوائد كثيرة للمجتمع. والله أبرز الأعمال اليومية اللي يقوم فيها مضمر، طبعاً مضمر يعني إحنا بنقول يثور من الساعة 4 فجر إنزين لما يجي عزبته، طبعاً يعني عنده أعمال كثيرة. أول شيء يطعم الحلال، ثاني شيء يسوي لهن تدريب إحنا نسميه تسريح، وبعد الرجوع ينتظر لين يعطونهن ماي الساعة 9-10 كذا تقريباً الساعة 10 كذا يعني. زين هذا طول الأسبوع تقريبا 5 أيام 6 أيام. بعد 5 أيام حنا نسميه تفحيم تدريب، يودونهم الرئيس ويدربونهم استعداد للمهرجانات للمكرمة. بعد أسبوعين تجي المكرمة هذه يعني في مختلف الولايات، مثلا الحين عندنا حن في دم يمكن الأسبوع الثاني تكون في صحار، الأسبوع الثالث يمكن تروح الشرقية كذا يعني، فيستعدون يعني يروحون هناك يشاركون.
فالمشاركة هذه يعني فيه فوائد. عند الإنسان أول شيء بيكسب مثل حب نقول جوائز، وجوائز نقدية، ويمكن أنه إذا حصل الأول يتوفق ويبيع يعني يحصل مكسب، بيع هذا المكسب يعني يعيش منه هو وأسرته طبعا، أو يمكن أنه يحصل منه عائد اقتصادي زين، يعني بيع يشتري أو يبني أو شيء من هذا النوع. يعني السباق طبعا كل واحد يجهز بحسب معرفته أو بحسب يعني مثلا ذكاه هو بنفسه كيف يحصل الأول وكيف يسبق، هيش يسوي يعني مثلا يجهز مطيته من بداية الأسبوع، يعطيه أكل معين، حاج يعني مثل ما نقول حن مقويات كي عساس أنها تكون في مركز، فيتامينات، يشيك عليها فحص، يعني يفحص يشوف الحديد، يشوف الدم كم، يشوف يعني مثلا طاقة المطية هذه كم، يعني يخليها تكون يعني مستعدة بأي وسيلة، يعني مستعدة بكل طريقة. كل مهم أنها تكسب الأول. الناموس والله عاد هذا الناموس يعني هذه يعني كثير يعني لنا كثير ناموس. أول شيء فرحة، أنت تفرح وفي كل عزبة مثلا عندها جمهور محب لهذه العزبة أو للباس هذه، مثلا مشجعين كل فئة تشجع، مثل حن بنقول عزبة معينة، يعني عزبة حن نسميها عزبة، هذا الجمهور يشجعون هذه العزبة وتلقاهم ذاك اليوم مستانسين وفرحانين، والعائلة بعد نوبة تفرح، لأنك يمكن أنت يعني أول شيء ناموس، وثاني شيء أنك يمكن أنت يعني تتوفق تبيع من هذا النوع. يعني نشكر مولانا وحكومته صاحب القلالة على الدعم الطيب، هذا الدعم يستبشرون بجميع مواطنين وينتظرون بفارق الصبر، لأن هذه يعني مكرمة الناس تنتظرها ويحصلون منها عائد، لأن كل يعني نص شريحة المجتمع هذه ما يشتغلون بس على هذه يعني الرئيس اللي سووا أو على هذه مكرمة، لما تيهم هذه مكرمة يعني من السبوع يحصلون لهم كذا يعني خيرات ويعيشون منها لأي الوقت بدل يعني العمل وكيه. مع المضمر عبيد الجنيبي كشفنا محتويات الركبي الآلي الذي يكون على ظهر المطية المشاركة في السباق، وكيف يمكن التحكم به عن بعد، والدور الذي يقوم به خلال السباق. والله وظيفته بالضبط هذا الآلي، يعني هذا نحطه على بوش السباق. بوش السباق طال عمرك نحطه عليه بوش السباق ونركب له هذا الجهاز. شوفه يعني في جهاز جاي من هنا، شوفه ها، نحط له هذا الجهاز هنا انزين، ونبدا احنا نشغل من السياره، يعني من السياره تقريبا حتى 300 متر 500 متر عادي يوصل الجهاز هذا، يضرب المطيه يعني على اساس انها يعطيها سرعه اكثر. مره كنا انسان يضربها بالعصا، مره هذا مره من تحط عليه الآلي تشوفه مره يشتغل شغل كي يدور يضرب المطية. شوف تحكم سرعة الآلي بالجهاز. شوف هذا جهاز هنا يعني مشبوك، والثاني هنا عندك انت تبدي تضغط انت من هنا، هذا يضرب يعني اذا بغيت شوية تضغط شوي، واذا بغيت قوة يعني تضغط قوة يضرب ضرب سريع، يعني سريع كذا. في بطارية تحت نعبيها في الليل، نعبيها بالتشارج بطارية هذه ها، ونركبها فيه، بدونها ما يشتغل، بدون هذه البطارية ما يشتغل أبدا. شوفها بدونها خلاص ما يشتغل، تحط له هذه بطارية مرة شغال، وهذا بعد نعبيها ونخليها مرة متروسات، نستعد يعني للريس، نستعد لازم هذا يكون متروسات، وهذه البطارية معباية، وهذا عصا يعني مرة ما يحتاج يضرب ضرب قوي، مطية من تيسة تقوم تيب بسرعة غير
كذا يعني. المطية نعم تسمع في الجهاز الثاني مرة، أنت أعطيه أنت من هنا يتكلم من هنا. يجيب نتيجة نعم تخاف منه، تخاف تسمعه، لأنها شوف مطية سبحان الله يعني مخلوقات يعني سبحان يعني تعرف تعرف صوتك أنت لما تراك أنت تضرب راعيه إنزين، ومن تعطيها يعني الأوامر تقول لها يعني مثلا انطلق هي خلاص تنطلق تروح من دون هذه، بس يقولون يوشوشون عليها يعني، وهي تعرف ها تعرف صوتك أنت هاي ها ها كي تسوي لها صوت مثل كذي إنزين، وتعرفك مرة تروح. لكن عاد يعني هذا الصوت يعني أنت أول شيء ما تضرب المطية، أول شيء أول شيء تقربها يعني تخليها قريب من البوش، بعدين على هذه العصا تستخدمها بعدين في النهاية. أما أول شيء يعني تقرب مرة من تفتح عليها الجهاز المطية تروح وتتم عند عند السبق عند البوش قدامي يا بعدين عاد من تشغل هذه اللالي اللي عندها يعني جهوز وكذا وعندها يعني سبوق تطلع عنها. أيوه هذا الحركة يعني أساس المطية تخاف يعني تخاف كذي يسوون لها نعم هذه اللي في اللي ايوه من تسوي كذا وش وش عليها تذل شويه لالي يعني يجي مثل كذا شوفوا يعني دريل دريل هذا الدريل ايوه الحفار الدريل هذه ها زين ونحط لكم عندنا لباس نفصل له عند الخياط هذه اللباس مثل اللباس ها ونحطه عليه تبدي تشغل عليه تضغط عليه من هنا يعني مثلا تضغط على الجهاز هذا هذا مره يضرب كذا ضرب شوف. والله الاهتمام من حيث الأكل مثل ما أنت شايف يعني نعطيهن القت هذا البرسيم احنا نسميه قت حد يسميه برسيم ونعطيهن الحليب حليب البقر حتى موجود هنا يعني جايبينه من البيت والبرسيم هذا نشتريه يعني نشتريه من مزارع نشتريه أنا جايبنا الحين يا قبلكم شوي جاي من أحشارنا هذا يعني في يوم تقريبا هذا قلة بوش يعني أقل شيء يعني يكون في يوم بعشرة بخمسة عشر بعشرين ريال طعام يعني القت هذا نشتريه والشعير طبعا الشعير هذا يعني احنا نسميه هني نسميه بر نزرعه هني في عمان كانوا يعني أهلنا والأبانا نزرعه وحد بعد الحين ما زالوا يزرعونه يعني في البلدان واللي جينا من المطاحن العمانية نسميه شعير هذا يعني ونعطيهن كذا يعني شعير لبن قت تمر عسل 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 تمر لا لا انا صافي اعطيه صافي يعني عسل تمر يعني هذا مال التمر يعني لما التمر ايوه الدبس يحطونه كذا ينضدونه هم يسمونه نضد يعني هالبلاد يسمونه نضد يعني ينضدونه ويخرج عسل يعني عسل سائل وهذا هو نعطيه يعني عند الحليب نخلطه مع الحليب وزين يعني يرفع مناعة المطية ويعطيها شوية قوة يعني والبرسيم طبعا هذا البرسيم يعني مطية طعامه يعني الطعام درجة أولى لأنه غير عن مثل ما نقول إحنا البرايد الحشايش وهذا يعني أفضل القت أفضل لا والله اشتري بيوم يعني طازج يومي وإذا ما حصلنا يوم واحدة يعني يبقى نبوه الصراحة يعني من التثرات يعني لازم أنه متوفر يوميا طازج هي الوجبة الرئيسية الحين واحدة وفي الصباح واحدة يعني الساعة 4 كذا على الساعة 4 الساعة 5 فجر وجبة والحين وجبة لكن أثناء الريس يعني أثناء الريس ومطية يعني طبعا تحمل مشاق وتتعب بالريس كذا نزيد اللي هي يعني ثلاث قرعات يعني نعطيها ثلاث وجبات
يعني هالحين وقبة وبعدين كذا الساعة 5 تروح تدريب ولما ترجع نعطيها وقبة ثانية كذا يعني ثلاث وقبات في يوم ثلاث وقبات بس أثناء الريس. لكن البوشي تعرضا لأمراض يعني تعرضا لأمراض أمراض يعني مثل ما تقول يعني العام الماضي كان هي مرض الله يكفي الشر يعني حرارة كذا مثل الحمى إنزين وهذه قضت على يعني كثير من البوش حتى بوش يعني واصلات قيم واصلات قيمات مخلات سيائير مخلات كذا يعني مخلات جوائز حلوة إنزين فهو اختار يعني مثل ما تقول البوش الزينات مجموعة بوش زينات وايد وايد يعني كثيرة فتثروا مساكين هلهن فوق هذاك مرض الله يكفي الشر اللي اختف على الناس يعني الكورونا وهذا بعد اختف عليهم يعني في البوش السباق يعني جه مرض مثل ما تقول حمى يعني رفع عن حراره كذا ويموتن مجموعه بوش ماتن كثيره خاصه بوش الرئيس. تطور تنظيم سباقات الهجن في سلطنة عمان عما كان عليه الوضع في السابق بدءا من التسجيل في السباق الذي أصبح إلكترونيا إلى عمليات التنظيم في منطقة التحضير ثم في منطقة الانطلاقة حتى الوصول إلى خط النهاية كلها مراحل أصبحت منظمة وتسهل على المشاركين ليكون تركيزهم الأكبر في متابعة الشوط. استعدادات المضمر اليوم الاولي يبدا يعني من الليل يعبي هذا وحنا نقول يشرش الجهازات اللي يعني نادي عليهم في السباق ومن ثم الصباح يعني يكون جاهز من وقت يعني من بدري يمكن تقريبا من الساعه 4 اساسا يعني يجهز العتاد اللي حط على المطيه او ناقه الركض و ثاني شيء لازم يكون يعني له لباس بنفسه يعني معين يفترض يعني عن المتنافسين الثانيين يعني يكون له لباس خاص له روحه بنفسه شعار يعني احنا نسميه شعار وكذا يعني وبعد يعني لما يوصل التحضير يحط هذا الركبي اللالي يحط اول شيء العتاد احنا نسميه وبعدين يحط الركبي اللالي هذه ويروح عند منطقة التحضير التحضير طبعا يكون هو مسجل من يومين او ثلاثة ايام يعني مسجل يعني معطاه رقم كذا رقم شريحه في المطية يعني حط له رقم شريحه وموجود في الكشف يجي يسال عن الشريحه ماله كذا ورقمه واسمه ويحطوا له رقم معين يعني اللي موجود في الكشف من بعد يعني يبدا السباق. سجل الكتروني يعني تدخل رقم الشريحه هذا يعني معطيين يعني موقع كذا نسجل فيه لما يجون هذول الجماعه هل موظفين الديوان جزاهم الله خير انت مره رقمك واسمك موجودات يجيبونهم معهم في كشف هم عندهم هناك شيء اليه كذا يتابعون هذا الجهاز ويطلع كل اللي مسجل يطلع فهمت لي مثل كانك تفحص سياره او شيء كذا من هذا النوع يعني كل المشاركين يعني متجهزين يبون يسبقون وانت تكون طبعا يعني في مرحله يعني عندك توتر شويه حتى يروح الشوط يكون في بدايه نص المسار كذا انت عاد تبتدي انك تحرك يعني مطيتك اذا كان في مراكز متاخره تقدمها شوي من تكون يعني مثلا تقريبا عند 500 او عند 600 متر يعني تبدا انك تقرب مطيتك تحطها في مراكز متقدمه ثالث خامس رابع ثاني اساس يعني يبتدي قبل نهايه الشوط يعني يبتدي بتشوف الحماس يتنافسون على المركز الاول وعاد حظ يفوز به يختلف من مطيه الى مطيه
فهمت؟ يعني يختلف الوضع من مطية لمطية. في يعني مطية سباق تروح في المراكز الأولية، هذه راعيه يكون مرتاح ومتكيف ويطلب منها متين في النهاية يعني عند 500 600. وفي ركاب يعني يتأخرن خلف، يعني يتأخرن في الوراء، فهمت لي؟ فمن يعني أنت من بداية كيلو ونص كيلوين، يعني باقيات مثلا كيلوين كيلو ونص تبدي تكلمها تقربها، يعني نسميها احنا تقريب، تقربها لين تحطها في المراكز الأولية، يعني من مسافة تقريبا كيلوين مثلا. هي مفكوكات من الخمسة يقطع عن الثلاثة، طبعا أنت ما تكلمها الثلاثة، تخليها مرتاحة عليه راحته. بعد الثلاثة تبدي تقربها، لازم تحطها عند كيلو لازم تكون في المراكز العشر. وصلنا معكم مشاهدينا إلى الختام، وتبقى روح المنافسة هي السبيل لتطوير مثل هذه الرياضات، فكلما اشتدت المنافسة كلما سعى المضمر لإيجاد طرق أفضل لتحقيق مراكز متقدمة. إلى اللقاء.